السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات القسم 5-5، الشغل المبذول من قوة متغيرة للصف 12 متقدم، مجلد 3، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بإيدك في عون الله. ولا تنسى التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي. طبعا المسألة بتاخذ قراءة مرة 2-3 مشان تستوعب فكرة الحل. أنا اللي رسمت الرسم هذا، يعني مش معطى مع الرسم. يهبط راكب دراجة منحدرا بزاوية 7 درجة بسرعة ثابتة. افترض أن الكتلة الإجمالية للدراجة والراكب 75 كيلوغرام. ما إجمالي القدرة التي يجب أن يبذلها راكب الدراجة ليصعد المنحدر نفسه بالسرعة نفسها؟ رسمت رسمة النزول ورسمت رسمة الصعود. في النزول عندك قوتين، هذه هي مركبة الوزن على المحور على المستوى المائل، وهذه قوة الاحتكاك. في النزول بسرعة ثابتة محصلة القوة تساوي الصفر، إذن F القوة البديهية يبذلها ناقص قوة الاحتكاك تساوي الصفر، إذن القوة المبذولة تساوي لقوة الاحتكاك تساوي لMG ساين 7. في الصعود بسرعة ثابتة، تعال نشوف الرسم، هذا اتجاه الحركة، اتجاه القوة البديهية يبذلها راكب الدراجة، هذه قوة الاحتكاك، وهذه مركبة الوزن على المستوى المائل. إذن F بدها تساوي قوة الاحتكاك زائد MG ساين 7، وقوة الاحتكاك تساوي أساسا MG ساين 7، إذن القوة بدي يبذل الراكب تساوي لاثنين MG ساين 7. من بعد هذا الشرح كله نطبق معادلة القدرة. القدرة يساوي متجه القوة نقطياً ضرب النقطي في متجه السرعة، ويساوي لمقدار القوة في مقدار السرعة في كوساين ألفا بي، وتساوي مقدار، هذا مقدار القوة، هي مقدار السرعة كوساين ألفا، دائماً السرعة والقوة في اتجاه واحد، الزاوية بيناتهم صفر وكوساين الصفر واحد. إذا القدرة بتساوي 896.85 واط. بدك تكتبها 3 أرقام معنوية بتقرب. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء، من التشجيع، من الكومنتات حتى أستمر معكم.